السلام عليكم أحبائي حبيباتي. اليوم ما جبت لكمش وصفة، ولكن جبت لكم بعض النصائح عن تجربتي أنا، وإجابة عن أسئلتكم اللي كانوا في لي كومونتير. بعض المشتركات سألوني على هذا المول تاع، على هذا الصابلي تاع ربطة العنق، قالوا لي يتكسر لنا هنا في الوسط، يعني لما يصنعوا الصابلي يتهرس لهم هنا في الوسط. كما راكم تشوفوا كاين هنايا زوج تاع لي مول متشابهين في الشكل، ولكن يختلفوا. شوفوا هنا وين يختلفوا، يختلفوا هنا في الوسط. انتما اذا تشرو وبغيتوا تصنعوا صابلي هذا وما يتكسرش، اشرو هذا النوع هنا في الوسط، يكون العمق تاعه كبير. كما راكم تشوفوا هنا، شوفوا هنا في الوسط هذا صبعي تخلقاه كما راكم تشوفوا، وهذا هنا في الوسط العمق تاعه صغير، صبعي راه قاعد غير من الفوق. هذا هو المول اللي يتكسر فيه الصابلي، هذا ما تشروش، دائما شرو هذا اللي يكون كما قلت لكم هنا في الوسط، يكون العمق تاعه كبير. وثاني كي تخدموا عجينه صابلي، ما نخدموش عجينه صابلي اللي تكون بالزبده وبالزيت. هنا نديرو الصابلي ما يكونش هشيش بزاف، اذا كان هشيش بزاف رايح يتكسر بسرعه. وتاني لما نخرجوا المول من الفرن، نخلو الحلوى والصابلي تبرد تماما، حتى تبرد عاد نقلعوها من المول باش ما تتكسرش. ان شاء الله تكونوا فهمتوا عليا، والاخوات اللي سالوني يكونوا فهموا عليا شراني نقصد. ودرك نروحوا لتاني نصيحه. اما النصيحه الثانيه هي الطريقه الصحيحه للاستحفاظ بحلوه القريوش او الصامصه. صراحة هاد القريوش انا شريته غير باش نوريكم النصيحة. كما نعرفوا زمان، انا تعلمت على جداتي الله يرحمهم، كانوا زمان يصنعوا القريوش والصامصة بكميات كبيرة ويستحفظوا بهم في طاجين من المعدن اللي احنا نسموه في الجزائر القازار او الكازار، كل واحد كيفاش يسميه، اللي هو يكون بهذا الشكل وهو كبير كما هذا الطاجين، ويكون كبير بزاف. كانوا هنا يستحفظوا بالقريوش والصامصه، هذه الحلويات المعسله، وما نستحفظوش بالقريوش والصامصه في علبه بلاستيكيه. اذا درناه في علبه بلاستيكيه رايحه ديك العلبه تكون محكمه الاغلاق، والحلوه تاعنا تشغل تعرق وتتندى وما تقعدش مقرمشه، يعني تولي رطبه. اذا نستعملوا الطريقه تاع جداتنا تاع زمان، نجيبوا طاجين من المعدن ونحطوا القريوش او الصامصه هنايا. وهي من الاحسن لما نصنعوا القريوش او الصامصه ما نعسلوش كامل الكميه، نعسلو غير كميه صغيره على حساب ما ناكلو، والكميه الاخرى نخلوها بالعسل باش تقعد لنا مقرمشه لمده طويله كما راكم تشوفوا. وهنا نغطي ونخليه. شوفوا هنايا، هنا هذا الطاجين الصغير ما يكونش مبلع بزاف، يعني ما يكونش محكم للاغلاق. هنا الحلوه تاعنا رايحه تتهوى من الداخل وتقعد لنا مقرمشه المده طويله. وان شاء الله نكون فدتكم بهذه النصيحه، ونروحوا للنصيحه الثالثه. والنصيحه الثالثه هي الطريقه الصحيحه كيفاش نحمصوا المكسرات. هنا عندي شويه كوكاو اللي هو الفول السوداني ولا اللوز. اول حاجه نبدو بها هي نشعلوا الفرن على درجه تكون هادئه، من الاول نشعلوا له على درجه تكون هادئه جدا جدا، تكون قليله بزاف، يعني لما ندخلوا المكسرات للفرن الحراره تكون هادئه باش يتحمص على اقل من مهله، وحتى القلب تاع المكسرات، حتى القلب تاع الكوكاو يتحمص، يعني تتحمص من برا ومن الداخل. وكي نستعملوها في حشو رايحه تدوم وتقعد مقرمشه لمده طويله، وما تتوليش رطبه وما تتنداش. ومره على مره نحرك نحرك هكا بالمغرف باش كامل الحبات يتحمصوا كيف كيف. هذا الحشو، هذا الكوكاو راني رايحه نستعمله في حشو الطارتولات وحشو الشوكولا، ما نستعملهش في المخبز. المخبز نستعملو هذيك الوصفه اللي درناها في الفيديو السابق، دوك نحط لكم الرابط في صندوق الوصف
المخبز نستعملو كوكاو يكون مفور ولا يكون مغلي في الماء، يعني يكون اللون تاعه المخبز اللون تاع الكوكاو يكون ابيض، ولكن هاد الكوكاو يكون اللون تاعه بني ويكون محمص جيدا ويتقرمش باش نستعملوه في حشو التارتلات. انا دوك ندخله للفرن على نار قليله ونحسب لكم بالضبط شحال قعدت لي المده تاع تحماص هاد الكوكاو. بعد ما خرجت صينيه الكوكاو من الفرن، انا ديت لي مده التحماص على حساب النار الهادئه تاع الفرن تاعي 3 سوايع، 3 سوايع، ومره على مره نحركه ونفقده باش ما ينحركش، يليق تكون قليله شغل رانا نطيبو في الميرينغ باش حتى قلب الكوكاو ويتحمص ويدي هذا اللون البني. مش عارفه اذا راه يبان لكم في الكاميرا، نحلكم حبه تشوفوها من داخل، يليق حتى الوسط تاعها ويكون محمص مليح، يكون بهذا اللون. نوريكم الفرق بيناتهم، نجيب وحده مازال ما محمصتش، هذا الكوكاو مازال ما حمصتش، نحلكم حبه باش تشوفوا الفرق بيناتهم. هاو شوفوا هذا ابيض وهذا محمص حتى من الداخل ويكون محمص. هذا دوك انا نحيه ونستعمله في حشو حلوه. وبالنسبه للوز تاني حمصته على نار قليله، ولكن ادالي مده التحماص 2.5 ساعة من مده التحماص. كما نعرفوا اللوز يكون خفيف على الكوكاو، دالي 2.5 ساعة ونفقده ومره على مره نحركه باش ما ينحركش. وهذا النصيحه اللي مديتها لكم ان شاء الله ديروا بها، لانه اذا استعملنا حشو تاع مكسرات ما يكونش محمص جيدا رايح يولي لنا مندي ويغمل، واذا حمصنا المكسرات جيدا رايح يدوم ويقعد مقرمش والذوق تاعه يكون بنين. اما بالنسبه للججلان اللي هو السمسم والبيستاش ما يديش مده التحماص كيما الكوكاو واللوز، يدي مده قليله ماشي كيما هاد المكسرات تاع اللوز والكوكاو. وان شاء الله نكون فدتكم بهاد المعلومات، والى الملتقى ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.